قبل مرة هون عدة مرات، بس أول مرة بكون هون في شيء خاص لأنه في بنت صاحبي حتجوز، رح أكون هون لجمعة كاملة. هذا طبعا يعني أخذنا حبينا نجي قبل بكم يوم مشان نتفرج على البلد، وطبعا بالنسبة لي يعني المغرب من أحلى البلاد العربية وأحلى، والنفس يعني مراكش نفسها بتعز علي كتير. أنا أول مرة بجيب مع طيبتي، وعد إن شاء الله أتفرج على اللي أشوف فيه، وبرح أخذ معي للولد. أنا عندي أربع بنات مش بس بنتين، عندي أربع بنات وولد. عاد إن شاء الله نأخذ أشياء معمولة هون بالمغرب. أول ما فاتت على المغرب، أول ما فاتت على مراكش، حبت أدغري، يعني الألوان وكل شيء حلو عندكم هون، يعني انبسطت كتير. وصار إن شاء الله بهاليومين ثلاثة بتشوف أشياء تانية. مغرب بقلبي، وأنا كتير مبسوط في يكون هون، مبسوط تكون هون. مع الأسف لغة العربية كتير صعبة، بس إن شاء الله بنشوفكم كلهم قريب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.